طابت أوقاتكم وسعدت. لحل أزمة الكهرباء المزمنة تسعى وزارة الكهرباء العراقية إلى وضع خطة خمسية على المدايات القريبة والمتوسطة والبعيدة لإضافة وإنشاء خطوط نقل طاقة رئيسية والعمل على تدعيم شبكات التوزيع في البلد. المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أوضح أن الوزارة تعمل على المدى القصير لإضافة ما يقرب 5000 ميجاوات لمنظومة الكهرباء في العام المقبل، في حين تأمل الوزارة في إضافة 12000 ميجاوات على المدى المتوسط و 50000 ميجاوات على المدى البعيد من الطاقة إلى المنظومة الوطنية. على مدى السنوات الماضية يعتمد العراق جزئياً على إيران في إمدادات الكهرباء باستيراد 1200 ميجاوات منها، وكذلك في استيراد الغاز لتغذية المحطات الكهربائية. وتقدر الأموال التي أنفقتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 على منظومة الطاقة الكهربائية بحسب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بحدود 80 مليار دولار أمريكي. وينضم إلينا من بغداد الخبير في مجال الطاقة الدكتور بلال الخليفة. دكتور بلال، أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج. كيف تقيم الخطة الخمسية الجديدة لحل أزمة الكهرباء وإمكانية تحقيق أو تنفيذ هذه الخطة؟ بالحقيقة أنه المبادرة الأخيرة أو لوزارة الكهرباء حقيقة كانت خطوة جيدة، لكن يعني تحتاج بعض الإضافات وبعض عليه بعض الملاحظات. حقيقة أنه التوجه باتجاه الطاقة النظيفة والمستدامة هي خطوة بالاتجاه الصحيح، وهي خطوة عالمية، كل العالم هو متوجه باتجاه الطاقة النظيفة ومغادرة استخدام الطاقة النظبة اللي هو الغاز و النفط. حقيقة أنه التوجه باستخدام الطاقة النظيفة بها عدة إيجابيات. الحقيقة أنه أول مرة النقطة المهمة هي الكلفة التشغيلية والكلفة الاستثمارية هي أقل من محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز. على سبيل المثال الألف ميجا واط إذا تكلفنا 525 مليون دولار، هذه إذا كانت بالطاقة الشمسية، أما إذا كانت بالطاقة الغازية راح تكون حدود 700 أو 800 مليون. زين، هذه الكلفة الاستثمارية، أما الكلفة التشغيلية فحقيقة هي أقل من ذلك بكثير. مثلا المحطات الغازية الكلفة التشغيلية لها أو الميجا واط الواحد اللي هو يكلف الحكومة بحدود ال 80 دولار أو أكثر من 80 دولار. زين، أما الكلفة التشغيلية اللي للميجا واط الواحد من المتأتي من استخدام أو من استخدام الطاقة الشمسية بحدود ال 21 دولار، يعني بحدود ال 59، هذا الفرق بين استخدام محطات الطاقة الكهربائية اللي تشتغل بالغاز عن المحطات الشمسية. هذا من جانب. الجانب الثاني استخدام الطاقة الشمسية بها فوائد على البيئة، لأن تعرف أنه الميجا واط بالعراق يكون الناتج عن الملوثات إلى بحدود 3.14 طن لكل ميجا واط واحد من الغاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي هذا يعتبر من الملوثات. يعني هذه كلها راح إذا استخدمنا الطاقة الشمسية ما بها أي ملوثات. بعد أنه العمر التشغيلي يكون للطاقة الشمسية أكبر، ما تحتاج صيانة، العاملين اللي بها تحتاج أقل عاملة،
أو يعني هذه كل هي مواصفات ممتازة تكون محفزة تدفع الحكومة باتجاه الذهاب للطاقة النظيفة حقيقة. لكن أكو بعض الملاحظات، مثلا العامل السعة للطاقة الشمسية بحدود 20%، يعني مثلا صحيح. إذا كان عندي أنا كل مثلا 5 كيلووات أو 5 ميجاوات، الصافي مالته يكون 1 لأن 20%، وبالتالي أنا يحتاج محطات أكثر. حقيقة أكو مشاريع اللي طيب اللي توقعت هي يعني نعم دكتور. نعم. دكتور يعني نعم. طبعا أتفهم نعم. تماما ما تتفضل به، لكن نقرأ أن المشكلة في الكهرباء هي لا تقتصر على الكمية المنتجة. البعض من المختصين يتحدثون عن مشكلة نعم. توزيع، مشكلة صيانة، البعض يمتد إلى مشكلة جباية أيضا وما إلى ذلك. كيف تقول بهذا الخصوص؟ أحسنت. حقيقة أنه أنا هذه تكلمت بالإيجابيات، يعني بعض السلبيات مثلا هذه المحطات الثلاثة اللي توقعت هذه مع مصدر توتال وباور تشاينا والمستقبلية مثلا السكاتيك والكيلف باور وأكوا باور. حقيقة هذه هي نوع العقد، هو الاي بي سي يعني انجينيرنج بروكيورمنت كونستراكشن، وبالتالي يعني عاديته ممكن راح ترجع للدولة، وهذه راح شنو يعني فترة السداد هي صح 9 سنوات، لكن يعني ترجع ملكيتها للدولة، وبالتالي يعني كأنما احنا بقى النظام او النظام الاقتصادي اللي هو بالعراق نظام اشتراكي. حقيقة هي احد نقاط الضعف اللي بالنظام الاقتصادي العراقي، هو يعني بعد متمسك او بعد ما مغادر الفكر الاشتراكي. المفروض هذه تكون هي طريقة الاستثمار، وشركات اجنبية هي تملك هذه المشاريع، ويعني احنا علينا شراء هذه الطاقة. وبالتالي حتى اروح على سؤالك، يعني من النقاط الضعف انه الجباية والنقل والتوزيع، الحل هذه المشكلة انه تشكيل شركة كهرباء عامة على غرار شركة النفط الوطنية، ومتكونة هذه الشركة قابضة تكون من 3 شركات، شركة توليد وشركة توزيع وشركة نقل. وبعد هذه الشركات ممكن تكون خصوصا التوزيع، يعني هذه هي لأن بيها شغلة الجباية، تكون شركات مساهمة إدخال القطاع الخاص بها، يعني حتى نضمن أنه أكو جباية حقيقة، أنه وزارة الكهرباء أو موضوع الطاقة الكهربائية يكلف الكثير من الموازنة العامة الاتحادية. على سبيل المثال موازنة عام 2021 كانت المبلغ المخصص لوزارة الكهرباء هو بحدود 16 تريليون دينار عراقي، اللي هو بحدود أكثر من حدود 11 مليار يعني أو 10.5 مليار، يعني هذه مبالغ ضخمة حقيقة. وبالتالي يعني المفروض الذهاب باتجاه الخصخصة، يعني حتى عندنا حقيقة تجارب ناجحة واضح. مثلا في إقليم كردستان الكهرباء هي قطاع خاص، وتشوف معدل تجهيز المواطن هي ممكن تصل إلى 24 ساعة زين. نعم. فهو هذه هي النقطة المهمة. طيب. يعني الروح باتجاه الخصخصة أو جعل شركة التوزيع هي مساهمة، شركة مساهمة. نعم. إدخال بنسبة 49% من الأسهم هي تكون قطاع خاص، وبالتالي راح يكون يعني حريصين على جبايته، ويكون ضمان انه هذه الشركات واضح. هي شركات رابحه مكان ما هي خاسره. نعم. طيب دكتور يعني اكثر من خطه خمسيه شهدها العراق خلال السنوات الماضيه، بعضها يتعلق بالكهرباء. دائما هذه الخطط كانت عباره عن امنيات، يعني حينما تريد ان تحول هذه الامنيات الى واقع تقني وواقع خدمي وما إلى ذلك، تصطدم بالعديد من العقبات. هل ستنجح هذه الخطة الخمسية الجديدة، أم أن أخطبوط الفساد، أخطبوط سوء الإدارة وما إلى ذلك سيدخل إلى يعني تفاصيلها، وبالتالي أما تتطبق عن نص أو تنترك؟ أحسنت. حقيقة هذه مشكلة، أنه تعرف أنه
لو نرجع للتاريخ تجهيز الكهرباء، يعني في بداية 2003 بعد تغيير النظام كان معدل التوليد هو بحدود 3300 ميجا واط. كان العراق يحتاج أكثر من 6000 إلى 7000 ميجا واط. الأموال المرصودة إلها كان بحدود الخمسة أو نص مليار دولار. كان هذا المبلغ المرصود إليه المفروض كان كافي الوصول إلى حالة الاكتفاء أو تجهيز 24 الكهرباء بحدود ال 24 ساعة. لكن أموال كثيرة تبددت، السياسيين وعودهم ما كانت صادقة، يعني أحد الوعود كانت تصدير الطاقة الكهربائية. فحقيقة هذا يخلي المواطن هو لا يثق بالوعود اللي تقدمها الحكومة واللي بخصوص الطاقة الكهربائية. لكن حتى يعني هسه على المنظور القريب انه هذه المشاريع الثلاث اللي ذكرتها، مثلا مصدر 2000 ميجا واط، وباور تشاينا تعاقدوا وياها على 2000 ميجا واط، و توتال على 1000 ميجا واط، يعني 5000 ميجا واط. هذه ال 5000 بالنسبه للاحتياج اللي هو اكثر من 10000 ميجا واط، يعني الصيف القادم راح نعاني من قطوعات. هذه طاقه شمسيه عامل السعه مالتها هو 20%، يعني من ال 5000 نعم. ممكن راح يصير معدل التجهيز بحدود ال 1000 ميجا واط، يعني نحتاج يعني اكثر من هذه ال 5000، يعني بعد فيها يعني بعد يحتاج ان 25000 يعني على الاقل، وخلال هذه الفتره اذا كانت فقط من الطاقه الشمسيه. نعم زين، يعني تحتاج مساحه كبيره، يعني نحتاج اكثر يعني خطوات، يعني خصوصا نعم. في مجال الجبايه، يعني كانت معدل 1.5 1.6 الايرادات فقط وزاره الكهرباء، بالمقابل انه هي الاموال المخصصه لها اكثر من 10%. نعم يعني سمعنا حقيقه هم عن السمارت ميتر، حقيقه هذه لو كانت تتفعل يكون نحصل حتى على جبايه افضل. نعم دكتور بلال، ربما تتفق نعم. معي، يعني الراي العام الى حد ما زال غير منفتح، ربما بسبب قلة الوعي على قضية يعني الطاقة النظيفة، استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، التأثيرات البيئية لهذا الخيار. يعني هل بالإمكان يعني توضيح ولو الخطوط العامة الرئيسية للفوائد البيئية للانتقال إلى هذا النمط من الطاقة ولو بإيجاز؟ أحسن. نعم، مثل ما تعرف انه الطاقة الشمسية هي اقل ما بها ملوثات، مثل الطاقة المتولدة عن طريق الوقود الاحفوري اللي هو الغاز والنفط. على سبيل المثال انه كمية الغاز المحرق حقيقة سنويا العراق هو ينتج بحدود 2800 مليون قدم مكعب باليوم، يعني اللي هو يحترق بالمجمل، يعني العراق اللي يحرق بحدود 17 مليار متر مكعب، اللي هو هذه اللي بحدود ينتج لنا 34 مليون طن من الكربون. حقيقة هذه ملوث، لو كانت هذه مكان هذه يستخدم طاقة شمسية راح يقلل التلوث. على سبيل المثال المشروع اللي يولد لنا 2000 ميجا واط، إذا عمر الافتراضي يكون هو 25 سنة، لو حسبنا هذه الملوثات باستخدام الغاز وبدون استخدام الغاز، يعني هذا الغاز راح ينتج لنا بحدود 43 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. حقيقة هذه نسبة كبيرة من الملوثات. فهذه المواطن هو حقيقة يحتاج أنه تشجيع حتى الذهاب اتجاه الطاقة الشمسية، يعني أسعار مدعومة، ومثل المبادرة اللي يعني هذه بأسعار مدعومة لكل مواطن حتى يعني يكون يذهب باتجاه استخدام الطاقة الشمسية، لأن هذه على الأقل هي إذا استخدمها ممكن هي أما تغنيه بالنهار أو تقلل الفاتورة عليه، يعني من واضح. باستخدام الطاقة الشمسية تعرف نعم. النوع نعم، يعني في بعض الدول دكتور يعني
كهنا في الولايات المتحدة، يعني هناك تشجيع من بعض الشركات، تشجيع مالي مبالغ طائلة من أجل إقناع المستهلك في أن ينتقل إلى هذا النوع من الطاقة، يعني الطاقة الشمسية. من بغداد الخبير في مجال الطاقة الدكتور بلال الخليفة، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل، خطوات استباقية لحل أزمة كهرباء محتملة الصيف المقبل، خليكم ويانا. قال خبراء في مجال الطاقة وأوساط اقتصادية إن مشكلة الكهرباء تكمن بسوء الإدارة وغياب الخطط الصحيحة، مشككين في الوقت نفسه بصعوبة تنفيذ الخطة الخمسية الهادفة إلى إنهاء أزمة الكهرباء المزمنة بالفعل. الكهرباء بالذات تحتاج إلى خطط، في وضعنا الحالي تحتاج إلى خطط قصيرة الأجل، متوسطة الأجل، وطويلة الأجل. اليوم أنت إذا عندك إنتاج 25 أو 20 إلى 25 ألف ميجا واط، أنت بعد سنة تحتاج نضيف لها 5 ميجا ألف واط بحكم زيادة عدد السكان، زيادة الاستهلاك، والتوسع اللي يصير بالبنى التحتية وبالمنشآت. فإذا العراق بحاجة إلى خطط جدية حقيقية. ما نتوقع أن حقيقة وزارة الكهرباء تحاول الآن استثمار الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، من خلال شركة توتال الفرنسية، وهذا المشروع سيساهم في تقليل الاستهلاك المحلي للوقود، وبالتالي إمكانية زيادة صادرات العراق من النفط في الفترات القادمة. القضية بالأساس تعتمد على عدم وجود اقتصاديات منتظمة رتبت خطط غير منتظمة، وبالنتيجة خطة الكهرباء بنيويا خطأ وليس مجرد خطط، يعني مفردات الخطة أو منهجية الخطة خطأ، لأنه اعتمادها شقد من الكهربائية تروح فقدان. هل هي ضابطة الكهرباء؟ العوامل الحالية القائمة الآن غير جاهزة لمثل هذه المشاريع التي أبسط ما تحتاجه وتحتاجه للاستقرار الأمني والسياسي. وبما أنه إحنا الآن في منعطف تاريخي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، لا أتوقع أن تكون بداية موفقة. مشكلة الكهرباء المشكلة العصية بالبلد، مشكلة تلعب بيها أدوات كثيرة، من ضمنها الفساد، من ضمنها السياسات، من ضمنها التحازب والتحارك، الحراكات اللي يصير بين الكتل نفسها، كل من يريد الأمور أن تسمى باسمه. ولهذا لو كانت فعلاً أكو إرادة حقيقية لبناء محطات كهرباء أساسية لكان انبنت من أول 3-4 سنوات. وينضم إلينا مباشرة من بغداد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، والرئيس السابق لهيئة النزاهة العراقية موسى فرج. أهلا بكما، شكرا جزيلا لوجودكما في البرنامج. أبدأ مع الأستاذ أحمد. طبعا شكرا جزيلا لوجودك معنا، أكثر من مرة تلبي الدعوة، حقيقة مشكور أستاذ أحمد. كيف ستنفذ أستاذ أحمد هذه الخطة الخمسية لحل أزمة الكهرباء؟ يعني بماذا ستختلف عن خطط سابقة تجعلها خطة ناجحة بمواقيت زمنية وتلزيم مثل ما يقولون دقيق؟ ولو بإيجاز، لدي محاور كثيرة معك. حياكم الله أستاذ محمد. أهلا. يلا الأستاذنا أستاذ موسى، جميع مشاهدي قناة الحرة. أستاذ موسى، أستاذ محمد، هسه بداية كل اللي عرضتموه بالبداية وإن كان ما تسنى لي السمعة وتريدني إجابة لسؤالك،
هسه اليوم أن تنظر غير أن تعمل. بصراحة اليوم أي المعني اللي يطى رأيي لإدارة ملف الكهرباء غير أن يعمل بتداعيات الكهرباء ويشوف هجمات إرهابية ويشوف نقص غاز ويشوف خطة وقودية ماكو ويشوف أموال ماكو ويشوف تفسخ مناطق زراعية ويشوف زيادة الطلب ويشوف كل هالإرهاصات اللي تكتنف ملف الكهرباء ويجي واحد من وضع مستريح ينظر لملف الكهرباء. أستاذ محمد عمر وزارة الكهرباء وأقولها بصراحة موظف صار لي 26 سنة بالكهرباء ما عملت بخطة خمسية إلا الآن، الآن وضعت خطة خمسية قوامها بمدايات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تستلزم القصيرة، أنت وفرت المقومات وهذا بين هلال ضروري، أنت وفرت المقومات نستلزم ضيافة 7000 ميجا واط إن شاء الله بالسنة الأولى اللي هي الخطة القصيرة، الخطة المتوسطة نستلزم ضيافة زيادة 12000 ميجا واط، بالخطة الطويلة اللي هي لخمس سنوات أن نصل إلى 54000 ميجا واط. هسه أيضا ناقشت الخطة الخمسية التي من الممكن أن نعمل بها، ناقشت إمكانيات من الممكن أن تصير على الأرض. اليوم ما قعدنا ونظرنا وقلنا وحطينا احتمالات وأكو أمور صعبة أن تتحقق، وضعنا كل الخطط اللي ممكن أن تكون قابلة للتنفيذ. هو نعم ملف الكهرباء ليس بالسهل، لكن ملف الكهرباء بنفس الوقت ليس بالصعب. على الأوان أن يرفع هذا الضيم والحمل والأرق على كاهل المواطنين، وبالتالي ملف الكهرباء مو سهل بس مو صعب. أنت وفرت المقومات، خطتنا الخمسية اللي تستند بمدايات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد خمس سنوات نعمل بها على تنويع مصادر الطاقة، نعمل بها على مشاريع طاقة شمسية، نعمل بها على مشاريع ربط كهربائي، ونعمل أيضا على إدخال تقنيات دورة مركبة، نعمل على زيادة طاقات محطاتنا، نعمل على صيانات دورية تكتمل، ونعمل على ضيافة وحدات وطاقات توليدية جديدة. لكن متى؟ أنت وفرت المقومات، نطالب بخطة وقودية، نطالب بدعم مالي. زيارة رئيس الوزراء قبل أيام إلى مقر وزارة الكهرباء، أول ما عرضنا للخطة نالت الاستحسان بعد مناقشتها، طلبنا الدعم المالي. من غير الممكن أن أعمل بمشاريع حاكمة واستراتيجية ونحتاجها واللي تواكب الطلب وأنا ما عندي أي موازنة لحد اليوم. اليوم 14/11 أنا ما مستلم كوزارة كهرباء ولا دولار واحد عن قيمة موازنة استثمارية لصالح وزارة الكهرباء في حين الموازنة قرت. ضيفك الأستاذ بلال كان يتكلم عن 16 مليار صرفت على الكهرباء بعام 21 وإحنا لليوم ما مستلمين ولا دولار واحد من قيمة موازنة استثمارية. أضرب لك مثال سريع، وجه وزارة المالية ووجه وزارة التخطيط بتوفير الدعم المالي لصالح الكهرباء لأن ملف الكهرباء مقبل، هو وجه بتشكيل خلية أزمة لإدارة أي الملف تحسبا للشتاء المقبل والصيف، لكن طلبنا منه الدعم، وجه وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقديم الدعم. أستاذ محمد، أستاذ بلال ذكر 16 مليار موازنة 21، أضرب لك مثال على عجالة بنصف دقيقة، 800 مليار صيانات تشغيلية ينبغي أن تجرى لمحطات الإنتاج ولخطوط النقل ولشبكات التوزيع. هاي 800 مليار ما صرفت منها إلا 100 مليار وصرفت متقطعة، وجنابك غطيت في ظل هجمات إرهابية طالت جميع البنى التحتية لقطاع الكهرباء، والحمد لله تمكننا من أن نحول هيائس حتى أنتقل لضيفي الأستاذ موسى. يعني باختصار، يعني هناك أيضا مشكلة التوزيع، مشكلة الجباية، الصيانة، هل الخطة تتعاطى مع هذه الأمور؟ هذه لا علاقة لها لا بالميزانية ولا بما مخصص من أموال، بالعكس تدعمكم. لا أشوف أستاذ محمد موضوع الجباية، بالعكس أنا أعترف أنه أكو يعني أكو الآن ربما يعني إخفاقات بقطاع التوزيع. الوزارة الحالية ساعية إلى أن تحقق التوازن بقطاع التوزيع وتعيد تهرئة يعني هذا التهرؤ اللي أصيبت به شبكات التوزيع، لكن هذه الإصابة وهذه الهلة منين جاءت؟ جاءت نتيجة لتفسيخ المناطق الزراعية والعشوائية اللي كانت متاخمة لمدن أصلية. اليوم أنا أسمع كثير من الخبراء يتحدث لي عن مفاقيد طاقة، يتحدث لي عن طاقة ضايعة، يتحدث لي عن طاقة غير مجبات الأموال وبالتالي ضررها على الدولة، لكن في حين أنه هذه الضياعات هي مو ضياعات أستاذ محمد، هذه طاقة مجهزة إلى مناطق عشوائية ما يتيح
القانون اللي دائره تنفيذيه كل كهرباء لا تدخل لها ولا توصل خدمه نظاميه ولا تنصب عدادات. نعم. ولا تجبي. يعني كل هذه المبررات إن نصبت العدادات استاذ احمد وصلت واضح جدا، كل هذه المبررات يعني لا علاقه لها بالمستهلك بالاخير، هذه مبررات ترتبط بالعمل الحكومي بالتنسيق بالتخطيط وما الى ذلك. دعني انتقل الى ضيفنا، ارجوك ساعود لك ولك مجال كثير تتحدث فيما تحب. استاذ موسى ايضا شكرا لحضورك معنا، سعيد بوجودك في هذه الحلقه. يعني كثير من المسؤولين يربطون دائما بين الفساد وأزمة الخدمات في العراق ومنها خدمة الكهرباء يعني كما تعلم. كيف تتحدث يعني ولو كخطوط عريضة عن ملفات الفساد في قطاع الكهرباء؟ يعني ما هي أبرز أنماط الفساد في هذا القطاع الخدمي المأزوم منذ سنوات طويلة؟ شكرا جزيلا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولضيوف الافاضل ولمشاهدي الحرة. مقدما اقول انا اعلن تعاطف الشديد مع الاستاذ العزيز احمد موسى الناطق باسم وزاره الكهرباء، لانه الاستاذ احمد موسى ما اعرف الحظ جابه وخلاه ناطق رسمي باسم الكهرباء اللي هي حلق المدفع. يعني هو مثل المحامي الشاطر والكفو لكن المتهم كل الأدلة ضده. بس احنا نداري استاذ احمد نداري. ارجو ان اتسع صدره بالانطلاق من القاعده اللي تقول لا يفسد في الود خلافه. استاذ العزيز، اولا فيما يتعلق بالخطه، خلينا نروح على الخطه. شكرا جزيلا. الخطه، احنا بالعراق بنهايه 78 1978 انتهى شيء اسمه الخطه الخمسيه، لانه مجيء صدام بال 79 بلشت الحروب وحتى خطه سنويه ماكو والموازنه صارت مكرمات القاعده ماكو. هذا جانب. الجانب الاخر استاذ العزيز فيما يتعلق بالخطه المعلن عنها من قبل وزاره الكهرباء واللي قرأت البيان الصادر عن لسان الأستاذ العزيز أحمد موسى اللي اتطرق بشأن الخطة الخمسية. أولا الخطة الخمسية تفترض شروط أساسية. الشروط الأساسية أولا الثبات، أن تكون ثابتة وملزمة ومتوفرة متطلبات إنجازها. هذه تسمى خطة بالإضافة إلى جوانب أخرى. استاذ العزيز احنا في العراق حاليا اولا ما عندنا ثبات، لانه مجرد مجيء حكومه قادمه يتولاها غير السيد الكاظمي هذه الخطه تتخلى بالرفوف العاليه او في اماكن اخرى، لانه العراق يدار حسب التوجهات الحزبيه والشخصيه. هذا جانب. الجانب الاخر استاذ العزيز فيما يتعلق بالالزام، الحكومه والوزير الجاي يرى انه ما ملتزم بالخطة لأنه حسب الاجتهادات. نعم. الجانب الآخر أستاذ العزيز وهو هذا بيت القصيد بيت الداء، عدم توفر الإمكانات. الأستاذ العزيز في بيان الخطة يقول أنه إذا توفرت العناصر المكملة وبالخصوص قرار حكومي داعم زائدا أموال زائدا خطة يعني توفير المتطلبات النفطية الوقودية. أستاذ العزيز هو الخطة هذه مو مكملة، هذه أساسيات الخطة. نعم. الخطة لازم تتوفر أموال تتوفر أموال وإلا. نعم. إذا بدون مال شو يقدر يسوي أستاذ أحمد أو وزير الكهرباء؟ نعم. ثانيا أستاذ العزيز إذا ما عنده خطة وقودية توفير الوقود كل شيء ما يقدر يسوي، والقرار الحكومي أنا أشرت له. هذه الخطط والوعود ذكرنا وذكر العراقيين بوعد السيد حسين الشهرستاني في عام 2012 يوم أشار إلى أنه عام 2013 راح يكون عام تصدير النفط، لكن تبقى هذا فيما يتعلق بوضع الخطة الخمسية. أما فيما يتعلق يعني تصدير كهرباء أعتقد لا أستاذ العزيز أنا ما راح أتكلم عن وجهة نظري فقط،
وانما من مجلس النواب، مجلس النواب شكل لجنه تحقيقيه واصدر بيان. واضح جدا استاذ موسى، لو سمحت لي، يعني جدا جدا واضح ما تتفضل به. انا اود ان نطرح بحكم وجودك على رأس يعني هيئة النزاهة، تحديدا حول الفساد في مجال الكهرباء، ملفات عديدة مرت على دائرتكم الكريمة في حينها، ضعنا في هذه الأجواء، ما هي أبرز أنماط الفساد؟ ما هي أبرز الملفات؟ كيف يؤثر الفساد في هذا القطاع؟ نعم أستاذ العزيز، الفساد في الكهرباء نوعين، نوع عام حكومي اللي هو عدم تشغيل معامل إنتاج الغاز والاعتماد على الجهات الأخرى إيران أو غير إيران، في حين من 2003 أكو معامل بالزبير وغير الزبير أكدنا على تشغيلها هذه، تصليحها وحالتها إلى شركات النبيلة التي هي يعني وزارة الكهرباء بالحالة بدأت تستورد معدات تستخدم النفط الأسود، في حين الغاز موجود بالزبير ما ينتج وتعرق، مثل ما أشاروا الخبراء إلى 17 مليار متر أو كذا متر. هذا جانب. الجانب الآخر أستاذ العزيز، الهدر الفاضح، يعني رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء الكاظمي بعظمة لسانه هسه مو ثاني شخص الفساد في وزارة الكهرباء بأنه الفساد زائدا سوء الإدارة زائدا عدم الاستقرار. فاستوردت معدات هائلة، أولا العقود بما فيها العقود مع كوريا زمن السيد المالكي، يتعاقدون رئيس الوزراء المالكي يروح للكوريا يتعاقد على محطات، يروح وحيد كريم للأردن يتعاقد مع جهات أخرى، وحنا في وقتها أنا حائلة للرئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذا واحدة. الشغلة الثانية، تم الاستيراد معدات خردة في زمن الوزير الأول اللي هو سام الرائي. ثالثا، يعني احنا كنا نتحرج من نقول اكو فساد بالكهرباء، لكن مع احترام لإنسانية الإنسان تفضل ذاك رائد الحادثة. طيب استاذ موسى، واضح جدا، يعني لو سمحت لي استاذ موسى تسمعني جيدا، يعني شكلت لجنة نيابية للتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء في البرلمان العراقي السابق، يعني أحالت هذه اللجنة 46 ملف فساد بخصوص عقود الكهرباء إلى الجهات المختصة ذات الطابع القضائي أو النزاهة. هل لديك معلومات ماذا حصل بخصوص هذه الملفات؟ هل ظهرت نتائج تحقيق؟ هل اتخذت إجراءات بحق المقصرين ولو بإيجاز؟ نعم إلك، نعم إلك أستاذ موسى. آسف أستاذ محمد. أستاذ محمد، اللي سمعناه لحد الآن الوحيد اللي يحيل للمحكمة من قبل اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد في رئاسة الوزراء برئاسة السيد أبو رغيف هو رعد الحارس وكيل الوزارة المخضرمة اللي من 2004، أما غيرها لا، لم تحال. لكن أستاذ العزيز، تكرارا أنا أقول يا جماعة، ترى فشل الأداء وسوء الأداء يخسر ويسبب أضرار أكثر من سرقة المال العام. لليوم أستاذ العزيز يطرحون أنه هل نتعامل مع سيمنز أو نتعامل مع جنرال إلكتريك، وتقولات تقول أنه ترامب زعيم وهذا، في حين لا، القرار سيادي أجيب شركة استشارية لتقييم هذه العروض وتنحال، ما راح أخضع للعقوبات. هذا واحدة. الشغلة الثانية أستاذ العزيز، حاليا إيران والسعودية يعرضون على إنشاء شركات في بلدهم لتجهيز العراق بالكهرباء بفلوس العراق، في حين إحنا عندنا تجربة أستاذ محمد وللعراقيين كلهم، إحنا عندنا خط أنبوب تبوك اللي هو من البصرة للبحر الأحمر عبر السعودية،
ومجرد ما ضربهم صدام بالشمس صاروخ انتهى الخط واخذوه. نعم. عندنا الطائرات المدنيه والعسكريه اللي قاعد ايران. واضح جدا. دون الاعتماد على العراق، لكن العراق غير بالجانب الاخير السالم الفاضل. ارد الاشاره احنا موازنتنا مال 21 مقيمه على اساس 42 دولار للبرميل، في حين هسه السعر 84 دولار للبرميل، يعني ضعف، بالاضافه الى 12 مليار اجت من تنزيل الدينار، يعني عندنا 50 مليار دولار مو بالحساب اذا تخصص الدوله الحكومه العراقيه 20 مليار. واضح جدا استاذ اخرى استاذ موسى قدوية امريكا الاولى. نعم، يعني احنا نود ان يعني نركز على جانب الفساد في 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 هذه الظاهره، ظاهره يعني انعدام الخدمات وهذه الازمه الكهربائيه. انا شاكر لضيفي يعني هذه المشاركه، سناخذ فاصل ثم نعود مره اخرى لكما لنواصل هذا الحديث. بعد الفاصل مشاهدينا، ضعف التخطيط ونقص الكوادر اسباب اخرى لازمه الكهرباء، خليكم ويانا. أزمة الكهرباء في العراق باتت تشكل معضلة طويلة الأمد في حياة المواطن بسبب غياب الحلول والمعالجات الجذرية لهذا الملف، محملين في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة مسؤولية تردي واقع الكهرباء. الكهرباء في العراق هي أزمة قديمة جديدة، هناك الكثير من المعاناة التي يعاني منها المواطن العراقي بسبب أزمة الكهرباء، وهي حقيقة أزمة قديمة، يعني حتى ما قبل 2003 وبعد 2003 استمرت أزمة الكهرباء وتفاقمت وكثرت مشاكل الكهرباء. المواطن العراقي يشعر أنه عندما يكون هناك اتفاق سياسي حقيقي على خدمة المواطن العراقي سنشهد ونلاحظ أنه تحسن في أداء القطاع الحكومي في كافة مجالاته، ليس في قطاع الكهرباء وحده. بالعراق كهرباء ما تصير. ليش ما تصير؟ لأن العراق صاير مرتع للدول الجوار. شفنا يوم ارتباطنا بدول الخليج وارتباطنا بإيران والأردن يصدقون علينا كهرباء. عم الكهرباء مو صعوبة، شركتي كهرباء سيمنز كانت رياك أمريكية، واحدة بالموصل وواحدة بالبصرة. بس عمي أكو سياسيين ما يقبلون، ما يردون يخلون العراق يستقر. وينضم إلينا مرة أخرى من بغداد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، ورئيس السابق لهيئة النزاهة العراقية موسى فرج. أكرر الترحيب بكما. أستاذ أحمد، يعني لو أردنا الحديث عن قضية الربط الخليجي والتنسيق مع الأردن ومصر، يعني ماذا حصل حتى الآن بهذه الأمور؟ يعني جرى إعلاميا يعني الحديث عن أنه ستؤثر على هذه الأزمة، أزمة الكهرباء والطاقة، وسيشهد المواطن العراقي تحسنا، ماذا حصل بالضبط حتى الآن؟ أستاذ محمد مرحبا بجنابك مرة أخرى. أنت اليوم بود، يعني بود وبمحبة، أنت اليوم جايبني ضيف وأمثل جهة قطاعية ووزارة سيادية وملف مترامي لأطراف كهرباء، مع أن تحصرني بهذه الدقائق بالتالي كان بإمكانك تأخذون فونه وأنا أحكي لك اللي تريده وخلاص. أستاذ موسى عرض جملة أمور كون ينبغي أن توضح وأن تصحح. وضح باختصار. الشارع من حق اليوم المواطن يتساءل. اوكي، اولا استاذ موسى، انا اقول لاستاذ موسى استاذنا العزيز انت جنابك، اذا تحكي لي على ملف كهرباء هو متحكم بملف امدادات وقود وغاز، يا ابن الحلال شعلي الكهرباء بملف الغاز حتى احنا نروح لايران وعايفين الغاز العراقي، هذا مو شغلنا.
شغل الخطه الوقوديه شغل الاخوه بوزاره النفط. بالعكس احنا نقول يا معودين يا ريت بدل ما ايران كل ساعه منحسره اطلاقات الغاز واليوم منحسره واصله ل 8.5 مليون من اصل 50، اليوم انا اريد 50 مليون واطلاقات الغاز 8.5 ومؤثر عليها سلبا على عمل كل محطات الانتاج، بالتالي الخطه الوقوديه واحنا نروح لايران ونروح لغيره، بالتالي هذا مو شغلنا، يفترض غيره يوفر لنا. واحد. ثانيا سيدي الكريم، انت اليوم سمعت انه وزاره الكهرباء صدرت بيان وخطاب، بالعكس صدرت نفي، قالت يابا ترى انه الشبهات اللي طلعت واللي روجها بعض الاعلام انه اكو محطات تحت النصب بايران وبفلوس عراقيه وتدفع للعراق او بالسعوديه، ترى هذا الكلام مو صحيح، طلعنا نفيناه ببيانات رسميه. اي مسعى لنصب محطات خارج العراق غير سياديه ابدا هذا مو من عندنا وغير مقبول. ابدا غير مقبول، بالعكس ندعي الى تدعيم قطاع الكهرباء وطنيا وهذا المعمول به. وانا اقول للاستاذ موسى بالله عليك الخطه الخمسيه اللي واضحه باكر عقبه لما تجي تسالني تعال انت بالكهرباء ليش ما حطيت خمسه خطه لعشر سنوات لخمس سنوات؟ والخطه اللي وضعناها قابله للتنفيذ ومو بمصادقه وزاره، هذه الخطه ترفع الى مجلس الوزراء، يطلع عليها رئيس الوزراء ويطلع عليها مجلس الوزراء ويصوت وتمضي الخطه، يتبدل وزير، تتبدل الحكومة، تتبدل الوزارة، الخطة ستمضي. نعم. لأنها معتمدة على مقومات، بقى الخطة ما تنجح لأن بها ثوابت، أسأل غيره ما وفر لي خطة وقودية، أنا شنو ذنبي أبو الكهرباء؟ أنا اليوم مو وزارة طاقة، أنا وزارة كهرباء، يبقى وزارة مالية إذا ما يوفر لي أموال ستجي تحاسبني ليش ما عندك أموال؟ حتى لا نغادر هذه النقطة التي أشرت إليها، يعني حسب معلوماتك هل حسم العراق أنا حتى ملف الفساد اسمح لي، هل حسم العراق ملف دفع الأموال الإيرانية المترتبة لشراء الغاز الإيراني حتى شوية تتحلحل المشكلة، دفعه ولا ما دفعه إلى الآن؟ شوف أستاذ محمد، ملف الغاز الإيراني أولا بجانبين، اليوم مرة أخذ طاقة كهرباء بالخطوط الإيرانية بنظام التيك أند باي، يعني حسب حاجة العراق، وهذا متوقف راح يصير له خمسة أشهر الآن، الخطوط الإيرانية كلها واقفة ما مدفوع بها ولا ميجا واحد، ولا ميجا واحد، كل إنتاجنا كان وطني والخطوط الإيرانية واقفة. هسه بقى إمدادات الغاز، لساليش أنا أروح أجيب من إيران؟ إيران تطلبني قرابة المليارين و600 مليون دولار عن قيمة غاز مجهز واجب الدفع، يعني مو حالي، لأن وزارة الكهرباء الحالية بكتب ومخاطبات رسمية أعلنت أنها جاهزة لسداد وفعلا سددت جميع مستحقات الغاز المورد الحالي لمحطات الإنتاج ده تدفعه وفق الفويزات اللي ده تجي وفق الفواتير اللي ده تجي وباعتماداته مفتوحة لدى التي بي أي. أي خلل بالدفع بقصور أبدا ماكو. طيب هسه نرجع للنقطة الخليجية مستحقة واجبة الدفع سابقة. لا لا استاذ محمد لو سمحت الله يخليك، موضوع ان الناس تتحدث والاستاذ موسى يتحدث، ما تعرضت موضوعات ايرجنت كلش مهمه، ان ليش ما تمضي الكهرباء بشركتين عالميه سيمز وجنا؟ اي منو ما قال اثنين هن ماضين وياهن، جنرال الكتريك ماخذه 55% من قطاع الكهرباء دا تشتغل على تطويره، سيمز ماخذه جانب وتشتغل على العمل به، احنا اثنين متعاقدين وياهم كبريات. طيب. شركات عالميه رصينه وغيرهم، احنا متعاقدين وعندنا التزامات وعندنا سقوف زمنيه وبدنا نمضي وياهم. بقى موضوعات الربط الكهربائي وهذا يحسب للحكومه ويحسب الى وزاره الكهرباء، ليش؟ لان اليوم كل قمم المناخ، وانا شفت قبل قليل قناتك عرضت مقررات قمم المناخ وغيرها، اليوم كلها متجهه صوب الطاقه النظيفه وصوب ان تنوع مصادر الطاقه وتقلل الضغط على الوقود الاحفوري والغازي. نعم. وبالتالي وين وصل وزاره الكهرباء مضت جديا مع الخليج، مع الخليج، مع دول الخليج، مع هيئه الربط الخليجي بجنبه فنيه وبجنبه اداريه، الجنبه الفنيه 87% كملنا خطوط، محطات تحويليه، ربط، دراسه نقاط ربط، كلها الان جاهزه، بقت الجنبه الاداريه، الجنبه الاداريه شنو استاذ محمد؟ احنا الان مفاوضات واجتماعات مستمره وربما بالاسبوع المقبل اكو زياره لوفد الربط الخليجي للعراق، لنناقش ملف التعرفه فقط. نحسب موضوع التعرفة، تعرفة الطاقة اللي راح تندفع، هسا ليش ما محسومة لحد الآن؟ لأن يفترض من بعد ما يحسم ملف التعرفة اكو هنالك خط، هسا ليش 87%؟ ليش مو 100%؟ شوف استاذ محمد، هو المشروع كله يغطى من صناديق الائتمان الخليجية، يغطى ماليا من صناديق الائتمان الخليجية، بعد الاتفاق على التعرفة اكو خط، هذا الخط سيكون من الفاو
إلى الزور، يعني من محطة الفاو إلى محطة الزور داخل الكويت، وهذا لا يعني أن الربط مع الكويت، من خلال الكويت. هذه الخط طوله 300 كيلومتر، بجزء بالأراضي الكويتية وجزء بالأراضي العراقية. تكلفة الخط ستدفع وستغطى من صناديق الائتمان. احنا افترضنا أن تغطى كلفة إنشاء هذا الخط بطولة 300 كيلومتر ضمن التعرفة، أن تحسب على التعرفة، والآن المفاوضات جارية حول حسم موضوع التعرفة. الربط مع تركيا كملنا الخطوط، جزرة موصل، سلوبي فايدة كملناها، لم يتبقى إلى الاتفاق على كمية الطاقة اللي يحتاجها العراق بالتيك أور باي، يعني شو كنت أو التيك أند باي، وينتهي الموضوع. والآن الربط جاهز، الربط فنيا جاهز، خطوطنا كملت، محطاتنا كملت، باقي نتفق على كمية الطاقة اللي يحتاجها العراق وعلى فترات، ويحسم هذا الموضوع بروتوكوليا. نعم. باتفاق دولي. طيب. مع الأردن دراسة نقاط الربط، فحص التربة، مسارات الخطوط، الآن كلها جنرال الكتريك ده تعمل عليه، وكان المفروض بال26 شهر تنتهي المرحلة الأولى، والآن ذللت إلى 13 شهر. وكل الأمور، وعندنا أيضا مع السعودية تفاهمات. نعم. أن نمضي برابط كهربائي وباهتمام. طيب. وجدية كبيرة من الحكومة كما الوزارة. أستاذ أحمد، يعني حتى أنتقل للأستاذ موسى، سؤال أخير وباختصار، رئيس الوزراء مصطفى المالكي، عفوا مصطفى الكاظمي، قال بأنه صرف 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، أنت كمسؤول في وزارة الكهرباء، من هذه 80 مليار دولار إيش قد نسبة فعلا صرفت على قطاع الكهرباء، وإيش قد نسبة هدرت تحت عنوان الفساد؟ باختصار هاي أرقام. أستاذ محمد، أولا الجميع يعي، وحتى السيد رئيس الوزراء صدر قال ملف الكهرباء بإخفاق، بسوء إدارة، بفساد. هسه من يجرى على المحاسبة؟ احنا نقول هسه تقول لي ايش قد انصرف فعليا، ايش قد انباق، ايش قد انسرق، ايش قد خرب، ايش قد ما انصرف. هذا مو شغلي اليوم، انت تدور وراي. انت طرحت موضوع ان البرلمان شكل لجان، وهذه اللجان رصدت المغادرات ودورت عقود الكهرباء من 2005 لحد الان. يا اخي لا تلقى على يد روح، انت تطلع الفاسدين وسوي عليهم. نعم. حساب. انت اليوم تسالني، انت تدور وراي. انا اليوم بحساب حسابيا اليوم العراق انتج ما يقارب المليار و200 كيلو وات. هذه اذا تريد تحسبها تطلع تتناسب مع ما صرف. بقى تقول اكو فساد، البرلمان لما شخص مغادرات ورفع على هيئه النزاهه انتظر دفعات الكهرباء. من حق البرلمان ان يراجع، من حق المختصين النزاهه الرقابه يتابع ويراجع، من حقنا الان نقدم دفعنا الفني، دفعنا المادي. نعم. دفعنا الحسابي، وبالتالي قدمنا. أستاذ أحمد، قدمنا جميع الشروحات جدا، جميع يعني أخذت وقت أعتقد أكثر من كافي في هذه الحلقة. كثير من القضايا. دعني أنقل هذه التساؤلات إلى يعني رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق الأستاذ موسى فرج. يعني يتساءل وهو مسؤول ومتحدث باسم وزارة، يعني ما يصير التوي الزمن عليه. استاذ موسى، يعني اين تحقيقات النزاهة، القضاء؟ يعني لماذا المواطن والرأي العام وحتى الأجهزة المختصة بدل ان تبقى في دائرة اتهام تحسم هذه الملفات؟ يعرف الرأي العام اين التقصير، من الفاسد، ما هو مصير هذا الفاسد، ما هي الأحكام التي صدرت بحقه؟ أليس كذلك؟ لديك دقيقتان. طبعا بالتالي لو ما كلوا ما يجرون على المحاسبه. بدايه انا مثل ما قلت اتضامن مع الاستاذ احمد موسى، لكن بنفس الوقت الفت نظره الى حقيقه جاءت تتكرر روحاته. يقول مو ذنبنا احنا وزاره الكهرباء لانه الخطه الوقوديه تخص النفط. هذه الخطه الخمسيه والخطه السنويه للكهرباء مو خطه وزاره الكهرباء، يفترض خطة. نعم. حكومية، يعني المسؤول عنها رئيس الوزراء، تحت ايده وزير النفط، تحت ايده وزير المالية، تحت ايده وزير الكهرباء. إذا ما يوفر لهم وقود وما يوفر لهم فلوس، شلون ينفذون خطتهم؟ هذا جانب. الجانب الآخر أستاذ العزيز، فيما يتعلق بموضوع الفساد، موضوع الفساد المصروف 81 مليار دولار، إذا قسمناها 40 مليار للتشغيل و40 مليار استثماريه، فيفترض ان نجيب لي 40 ألف ميجا واط، في حين احنا
ورثنا من النظام السابق 5000 وهسه بحدود 3000 ونص. استاذ موسى بس انتاج، وين النقل وين التوزيع؟ اخ احمد، اخ احمد لا تقاطع استاذ احمد، خليك كمل الله يخليك، باقي لنا دقيقه فقط. لا العفو استاذي حبيبي، استاذ موسى انت استاذنا واستاذ الكل. اسمح لي، المصروف 81 مليار دولار، قلنا اذا نقسمها نصين، نص للتشغيل للتشغيل والنقل والتوزيع 40 مليار او 41، تبقى 40، قول 35 حسب بياناتكم. ال 35 ليش رواتب الموظفين وين راحت؟ استاذ احمد باقي لي 30 ثانيه خليه يتكلم الله يخليك. استاذ موسى رواتب الموظفين وين؟ ميجاوات حاليا نستورد من دول الجوار وعندنا انتاج ما تتناسب، هذه الشغله ما تتناسب. لا 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 لحظة 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 أخي، لحظة أخي 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 أنت أنت استاذ أحمد، أبوي اسمع أبوي استاذ موسى، انا اسف ان اوقفك عند هذا الوقت تماما، يعني ناسف لهذه المقاطعات والتداخلات التي صارت، وقت البرنامج الحقيقه انتهى، اسف جدا. اشكر ضيفي من بغداد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، والرئيس السابق لهيئة النزاهة العراقية موسى فرج. نلتقيكم يوم غد وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي. لا تنسوا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. في أمان الله.